السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي بخير ولا خير. كما تتشوفوا معايا اليوم مشيت معكم سوق المسيره في الدار البيضاء. هاد السوق فيه طلامات، فيه كلشي، فيه الخوامي، وبغيت اليوم نتقاسم معكم الطليمطات اللي كاينين. كما تتشوفوا معايا كاينين طلامات زوينين نقيين، هادو المخدات لاعبين اليوم في الخياطه، كل واحد كيفاش مخيط الخدمه ديالو. بالنسبه للطلامط كاينين طليمطات زوينين انيقين بهجين في الشوفه، يعني الا عرفتي كيفاش تختاري الالوان وتناسقي الالوان وتلعبي على الخياطه غتكوني حصلتي على واحد الصالون، واحد سيجور ولا بيت الجلوس حصلتي عليه، وانتي دير واحد اللمسه ديالك وغتشوفي بواحد الحله زوينه روعه. كما تشوفي معايا الوان غزانين، هذه هي الخدمه ديال الخياطه، لاعبين على الخدمه ديال الخياطه. كل مخده وكيفاش مدخلين ليها كل خياطه وكيفاش مدخلين لها الخدمه ديالهم. وبصراحه الوان زوينين ومبهجين كما قلت لكم وراقين تيبانو. بالنسبه للثوب الرومي تيدير ابتداء من 35 درهم، غتاخدي شي حاجه زوينه. بالنسبه للبروكار داير ليهم تخفيض واصلين حتى ل 50 درهم. بالنسبه للمطروز الاماراتي داير ليهم تخفيض واصل 200 درهم، ولكن تنقول لكم شي حاجه زوينه، يعني مطروز الا خدمتي في الصالون غيجيك روعه. بالنسبه للرومي الا خدمتي كيف عرفتي كيفاش تخدمي غيجيك في بيت الجلوس ولا في شي سيجور صغير، غيجيك حتى هو زوين في الجلسه ديالو والتفريشه ديالو. ونوصيكم انكم تختاروا الوان اللي مبهجين مفتوحين باش يكبوا الشوفه ديال المكان اللي انت فيه، تيكبوا الجلسه، ما تبقاش هذوك الالوان المغلوقين تعطيوها واحد كما تنقولوا الكآبه. انا ما تعجبونيش الالوان المغلوقين سمحوا لي، ولكن شي حاجه زوينه. هاد الموديلات البنات واعرين في الشوفه ديالهم، حسن من التصوير والله. هاد الشوفه ديالهم ان التصوير ما عطاهمش حقهم بصراحه، بخصوص هاد الموديلات الزوينين بزاف. جاني التليفون ما عطاهمش حقهم كما شفتهم. كما نقول لكم غنخليكم مع هاد الفيديو حتى الاخر تشوفوه وتحكموا على هاد الاثواب. ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو، وما تنساوش وانتم تشوفوا هاد الفيديو ديروا واحد لايك، ما تخسري والو الا درتي، ودي الاعجاب ديالك واش عجبك الفيديو ولا لا، ما غادي تخسري حتى شي حاجه. ما بقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، مع السلامه وفيديو جديد ان شاء الله.